شو هن هرمونات الحب وكيف فينا نستغلهم؟ أوكسيتوكسين، دوبامين، أندورفين وسيروتونين. الحب هو تجربة إنسانية أساسية بتعتمد على تفاعل معقد بين النيوروكيميكال وعلم النفس. أنا ساندرا منصور and this is Love and Lies. اكتشف علماء الأعصاب وعلماء النفس تحليلات كثير مهمة حول الهرمونات اللي بتكمن وراء مشاعر الحب والسعادة والتعلق، رح خبركن عنها كلها. أوكسيتوكسين هو هرمون الحب، بيلعب دور أساسي بتكوين الروابط الاجتماعية ورعاية العلاقات الحميمة. دوبامين وقصته قصة، هو هرمون المتعة والمكافأة، هو مرتبط بالمتعة والمكافأة والحافز. بسياق الحب بيتحمل مسؤولية عن مشاعر اليوفوريا. الأندورفين هو من المسكنات الألم الطبيعية ومكملات المزاج، ويمكن تحفيزه من خلال ممارسة الرياضة. سيروتونين هو ناقل عصبي مرتبط بتنظيم المزاج ومشاعر الرفاهية والسعادة، وإذا قل الله يساعدكم. هلأ كيف فينا نستغل هرمونات الحب ومكملات السعادة؟ السر بالخلطة. خلطة الدوبامين والأوكسيتوكسين بتتم من خلال الملامسة الجسدية، المودة، العناق، القبل، الاحتضان، مسك الإيد وتعزيز التواصل العاطفي، وأكيد قضاء وقت تمام سوا. مفاجأة الحبيب بأشياء جديدة وغير متوقعة بتحفز الدوبامين بالذات. الأندورفين بيتحفز بالامتنان، أفعال اللطف وممارسة الرياضة. أما السيروتونين فلازم له نوم كافي وأغذية متوازنة. رح خبركن كيف فيكن تحفزوا الدوبامين بالجسم وبالنسب. شوكولات 50%، مديتيشن 65%، الكحول باعتدال 150%، نيكوتين 200%، العلاقات الحميمة 250%، الكولد بلانج 300%. بالنهاية كيف بتقرروا الخلطة المناسبة لسعادتكن ترجع لكم، وأنا بتمنى لكم سعادة دائمة.